قال المسلحون الحوثيون في شمال اليمن إنهم سيطروا على منطقة تقع على الحدود مع السعودية، بينما ذكر بيان رسمي أن الجيش قتل 62 متمردا حوثيا في منطقة صعدة، بينما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها أرجأت إدخال قافلة مساعدات إنسانية من السعودية إلى اليمن، كان من المقرر أن تصل إلى صعدة هذا الأسبوع. الحوثيون على الحدود السعودية، الجماعة المسلحة في شمال اليمن قالت إنها تسيطر على عدد من المدن المتاخمة للحدود مع المملكة، تطور ميداني جديد قد يعزز من المخاوف الإقليمية والسعودية بشكل خاص من تداعيات القتال في شمال اليمن. الحوثيون قالوا إن المواطنين انقلبوا على السلطات في مديرية منبه الشمالية وسيطروا كذلك على المباني الحكومية فيها. البيان الرسمي الذي صدر عن الحكومة اليمنية تحدث فقط عن مقتل 62 متمردا في إشارة إلى الحوثيين بمحافظة صعدة الجبلية خلال محاولات تسلل على مواقع عسكرية ومنازل المواطنين في مناطق شمالية متفرقة. مصادر قبلية تحدثت عن إصابة مدنيين في هجمات للحوثيين بالصواريخ على مدينة حرف سفيان، بينما أكد مسؤول عسكري سقوط قتلى من الجيش والحوثيين خلال القتال الذي وصف بالعنيف بين الجانبين. 8 أسابيع من القتال الذي شرد الآلاف من المدنيين بحسب الأمم المتحدة، والتي سيزور مسؤول الشؤون الإنسانية فيها جون هولمز محافظة صعدة لتفقد مخيمات اللاجئين، زيارة سبقها قرار من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتأجيل إرسال شحنة مساعدات هي الأولى من نوعها انطلاقا من المملكة العربية السعودية للنازحين في شمال اليمن. حرب تبدو مفتوحة وتحمل اسم الأرض المحروقة كما تسميها الحكومة اليمنية، المتهمة من قبل الحوثيين بإدارة حرب في الشمال بالوكالة عن السعودية، اتهام قابله آخر من حكومة صنعاء على لسان وزير الداخلية اليمني للحوثيين بالتنسيق مع قادة الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال في جنوب اليمن. ولم تقتصر الاتهامات على ذلك، بل اتهمت صنعاء الحوثيين بالاستفادة من دعم إيراني في هذه الحرب، دعم تتحقق منه أطراف إقليمية ودولية تخشى على حدودها ومصالحها في المنطقة. إسلام محي الدين، بي بي سي.